عسلامة. عسلامة. لبس؟ صباح. الحمد لله. الحمد لله. لبس انتي؟ من اروح؟ ايمن. ايمن. مرحبا بك ايمن. خلينا نحكي ايمن الشباب اليوم شنو هو الخطة اللي رسمها في حياته؟ وانتي واحد من الشباب هذا. كل واحد كيفاش ما انت يشوف روحه ما شراء في روحه ما انت كلها بلوكاج. حتى كي باش يخدم معناتها باش ياخو مش حقه معناتها يقرا من بعديك حتى باش يحل البروجي دي زامبو معناتها هابطه قد بحكم ميزانيه قانون الميزانيه جديد معناتها القانون الماليه نتاع عام سنه يذبح الشعب التونسي. بصراحه حتى واحد ماهوش متفائل معناتها من ليجيونيس كلها شعارات وكلها كلها شنو اول حاجه يقول لك حاب نخرج من تونس فهمت ما عادش كان عنده والله هما كل شيء تكى على ابوه اما وحده صعيب ياسر كان باش اللهم تحشي بمالية انت خلينا نحكيوا عليك انت عليا انت مثلا متفائل ولا لا والله واحد باش يكون ديما بربي واحد مسلم معناتها متفائل بربي هو ديما لازم نكونوا متفائلين اي اما بالنسبة لي أنا والله لي فهمت الحق لي فهمتي ما أنا مانيش الحق ماكش متفائل؟ لا مانيش متفائل كومبليتمون حتى من بعد 20 سنة مانيش متفائل معناتها حتى ما نشوف فيه معناتها الوضعية الاجتماعية والوضعية السياسية لا ما فهميش خاطر ما فهميش فيزيون بوليتيك ما فهميش فيزيون معناتها كما يقولوا في المستقبل مش بالرسمي ترى فما خريطة سياسية قادمة معناتها للبلاد والمجتمع وكل شيء لا ما فما شيء معناتها علاش نكذبوا على بعضنا معناتها فهمت يعني معناتها اسكو نورمال انه كي مش تخرج لبرا تلقى كل شيء موجود انك تدخل البلاد تلقى كل شيء بلوكاج مش نورمال معناتها ما معناتها حتى باش تحل المشروع انت معناتها كاداره تونسيه بركه تخنقك وتقلقك وتطير لك الشاي انك باش تقدم كل صباح وليت نحب نحكيك انا في تونس الشباب التونسي ولا عرفت شنو الروتين نتاعو داير ما بين حاجتين ما بين زطله باش ينسى الواقع نتاعو باش ما يديكوتاش ما بين انه مش يستعمل لك الايريكا ولا مش يعمل لك ابيت شراب ماهوش مبرر هذا مش مبرر ماناش نحكي لك مبرر لكن كي تجي تشوف انت تعطيه معناتها 600 و 400 شام بهم رب انت تو حط توا مش تاخذ تاكسي من هنا من عارف وين ولت بك الحسبه من غير ما نحكوا على حاجات اخرين معناتها يعني معناتها ما مش كيفينا الحمد لله معناتها نقوم كما قلت لك ولا بيس فهمت ما يخيري فما شكون اللي ما معناتها ما ينجمش ما عندوش لا ثقافه لا ما عنده شيء ما عندوش حتى في مخه باش يتحرك يدور لا مجتمع معناتها كما قولوا يدعمه باش للبو معناتها كيف زاد عقليه ثم جدار برلين ما بين الجيل هذا والجيل اللي قبله وما بين معناتها انه معناتها الشباب كل واحد يغرق في الاخر وما بين انه معناتها هو كي باش يخدم معناتها يقول لك انا نرضى لك بالكتب 600 ولا 700 ما ممكنش باللي يحزق باللي كذا باش تكفي هو وحتى كي نحسبوها ماليا معناتها 900 ما تعمل له حتى شيء فهمت يعني ما غير ما نكذبوا على روحنا ونكذبوا على يعني ولا يعيشوا معناتها بالتحيل يلزك انك باش تعيش في الاحرام يلزك خاطر الاحلام ما عادش يعرق في تونس الاحلام ما عادش يعرق فهمت كيفاش؟ هيك يعني تخدم توا ولا؟ لا نخدم فهمني ما فما توافق ما بين الدخل الشهري نتاعك والمقدره الشرائيه ولا لا؟ والله انا بالنسبه لخدمتي مره تلقاني لفوق مره بحكم انا مربوط بميزانيه جيب المواطن معناتها وانت ولي سيزون مثلا بار اكزومبل لي زونتري تاع سكولير العباد ما عادش تلفت باش تمشي تركب فما باش مع الخدمه عليها عندها لي زونتي تطيح يعني معناتها ما نكذبش عليك حتى برشا اللي حالين لابوراتوار معناتها برشا خرجوا حتى لبرا معناتها وقيدوا فلس بالحق خاطر بحكم القانون المالية الجديد راهو يذبح برشا عباد معناتها فهمتها تعد دمر جملة كومبليتمون
فهمت، ما نعرفش وين ماشيين، يحبوا ما نعرفش يمكنش مش ولا نخلطوا على الهواء ولا ما نعرفش. انا هذا اللي نحكي لك عليه، غير ما نحبش نحكي لي تاع اخرين، اما بالرسمي رانا تعبين برشا، تعبوها العباد مش نحن تعبين، اما تعبوها بالقانون اللي موجود ما عندهم وش يوصلوا معناتها. انت واحد من الشباب اللي خمم في الهجره يوما من الايام؟ بطبيعتي خرجت واصلا مزيد نعاود نخرج، وحتى مره جايك نعاود نخرج ما مش نرجع طول بالحق ما تحكي. خرجت ورجعت، ندمت كي رجعت؟ لا رجعت لاسباب معناتها معينه، ما اسباب معينه معناتها باش نخدمها من بعد كمان عاوز كيف كيف. يعني لو اتيحت لك الفرصه انك تاجر توا تاجر؟ شو تهتم؟ بطبيعتي انا قاعد نخدم عليها. فهمت؟ هيك ما ليش خاطر ما عادش قبل كنت تاني تو نقعد ونحل بروجي وما نعرف شنو، وتو في كذا وتو في ما نعرف شنو، بعد نلقى ما كيف يرغى حتى باش انا اصلا باش نكمل داري باش ناخذ شكاره سيمين ب 10 ب 12 وب 14 تو. اي سامعني انت باش لايق لي حيط برك تكلف لي 1,800,000. فهمت شنو يعني معناتها شنو معناتها انا نحب شنو نبى معناتها نخدم بنكسر بنكات نرقد الدار ولا شنو؟ ديمولوجيك هذا ايش يقول؟ خدمه واحده ما تكفيش توا. اي فوالا مانيش معناتها نعيشوا في امريكا باش نخدم تروا بوست. خاطر ما تنجمش احنا وقتنا معروف 8 سوايع. وقت نتاع سكلاب. من الصباح لليل يعني. اي نتاع سكلاب، حتى كان انا نخدم ليبر نتاع يخليك خدمتك باش تكون سكلاب لروحك. باش توصل معناتها انت مثلا بار اكزومبل انا حتى ولو توا ندخل حتى في النهار قولوا 100,000 ندخلش حتى 80,000 من الصباح للعشية تقول معناتها ما نروح للدار الا ما سي يعني عازبه مع 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 ترونسبور في الصباح مع ترونسبور في المرواح حط ساعه ساعه صباح وساعه بخلاف وقت الخدمه حط كل شيء معناتها فهمت يعني ما يعني ما انت بالحق ما نكذبش عليك فما 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 ديكالاج فما ديكالاج فما لازم تتبدل برجع عاليات مش امور مساله قانون ليه ليه خاطر راهو فيما راهو ما تقوم البلاد كان بالجينيس نتاعها اي بلاد في العالم لا بالشياب لا يحزنون يعني حتى الالمان المانيا يعني تبيع معناتها تلمو فهمني الجينيس نتاعها ما عادش يحبوا يخدموا خايفين من بعد عوام المانيا باي باي فهمت خاطر القوه والباور وين تقع عند الشباب هيك انت سامعني شطروا في الحبس وشطروا في البحر وشطروا ما نعرفش وين وشطروا في سوبي تيكس ما نحكيوش على اللي فما شكون ينجحوا اما يحبلوا فهمت يحبلوا هكا يعطيك الصحة.